أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السلطان الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إلى سبيل ربك بحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. صدق الله العظيم.
آمين 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 بعدك وبهيمتك واشكر رحمتك وحي بلدك الميت اللهم اصف عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت اللهم اصف عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.